أزمة الوقود المستمرة في لبنان ومواضيع أخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي المتردي شغلت اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة كل أسبوع، ونطلع على أبرز التعليقات على هذه المواضيع مع مراسلنا في بيروت علي رباح. مساء الخير علي وأهلا بك. إذا اليوم يعني المواضيع مكررة للأسبوع الثاني أو الثالث أو حتى الرابع منذ أشهر، ولبنان واللبنانيون يعانون أزمة الوقود هذه، ونبدأ مع الهاشتاج الأول وهو حول هذا الموضوع. بالفعل ديما مساء الخير. الهاشتاج الأول هو طوابير الذل كما وصف اللبنانيون الطوابير أمام محطات الوقود بحثا عن مادة البنزين. صحيح ربما يتكرر هذا الهاشتاج أو هذه المشهدية منذ أسابيع، لكن هذه الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة أن اليوم شهدنا إطلاق نار في أكثر أو أمام أكثر من محطة بنزين، طبعا يعني بحثا او بسبب خلافات حول اولويه التعبئه او من يحق له ان يعبئ. نبقى هنا مع تغريده لغريد الشيخ التي اقترحت على اللبنانيين ان يطفئوا محركات سياراتهم في منتصف الطريق، طبعا في اشاره الى ضروره شل البلاد عوضا عن الوقوف امام او في الطوابير امام محطات الوقود. اما الناشطه سيرين فنشرت فيديو لأحد الطوابير في منطقة الجنوب اللبناني، الطوابير الليلية إن صح التعبير. نشاهد هذا الفيديو معا. هيك بحياة ربك، هيك أي ساعة عطرين هون ربك أعلى، هيك تلات صفوف ومش عارف أول، يعني أرجع بعبي 50,000 هون هون هون، طلع جنب الطريق من هون، وانا احنا علقنا بالعشرة هيك فش انس وتدبح بعض على المنزل. ونبقى مع الطوابير ديما، لكن هذه المرة من بيروت حيث نشرت نسرين أسمر فيديو آخر تحدثت به أيضا، وكانت تتحدث مع ابنها الصغير وتخبره عن زحمة السير والطابور أمام محطات الوقود. نشاهد هذا الفيديو معا. هذا بشأن الطوابير ديما، وكما بدأنا يعني الموضوع يتفاقم يوما بعد يوم، وهناك خشية من أن تزداد التوترات في محطات الوقود، خاصة أن هناك خشية أيضا من أن تنقطع أو تنفذ مادة البنزين خلال أسبوع كما قال أصحاب محطات الوقود. نعم ديما. نعم علي، للأسف يعني هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وردا على هذه الأوضاع أيضا يتكرر هاشتاغ لبنان ليس بخير. بالفعل ديما لبنان ليس بخير، هذا الهاشتاج يعني لم يخصص لموضوع معين، إنما شاركه اللبنانيون ليتحدثوا عن همومهم اليومية إن صح التعبير. نبقى هنا مع تغريدة لميغيل حتشيتي والذي نصح فيها اللبنانيين بتعبئة بطاريات هواتفهم بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر، على اعتبار أن حتى مولدات الكهرباء باتت تقنن ساعات التقنين أو ساعات التغذية، كما أن هناك أزمة أيضا في الكهرباء في معظم لبنان وخاصة في بيروت. وفي تغريدة ثانية ننتقل إلى تغريدة لغسان ريفي والذي سخر من الأوضاع اللبنانية، ولكن هذه المرة من بوابة الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ريفي في تغريدته بأن من صفع ماكرون يجب أن يلقى عقوبة العيش في لبنان لمدة عام.
أما المحلل العسكري رياض قهوجي فتطرق إلى ملف مختلف وهو ملف الوقود، ولكن تساءل كيف يمكن لمن يهرب الوقود إلى سوريا بأن يطلب أن يكون الحل عبر إيران. طبعا هنا يغمز من قناة أمين عام حزب الله الذي تحدث قبل يومين وعرض بأن يحصل لبنان على الوقود من إيران. هذا بخصوص هاشتاج لبنان ليس بخير. ديما. نعم علي، وننتقل إلى الهاشتاج الثالث والأخير وهو يبدو حول يعني مسؤولية من إذلال اللبنانيين. ماذا علق المتابعون المغردون؟ بالفعل تحت عنوان أو هاشتاج من يذل اللبنانيين قال لوسيان جبيلي أو برجيلي وهو كاتب ومخرج سينمائي، بداية نشر صورة لأعلام الأحزاب اللبنانية ولزعماء لبنان واتهمهم بإيصال لبنان إلى هذه المرحلة من بعد 30 عاما من الحكم بطبيعة الحال. أما ليا عجيل فهي ربما على خطى لوسيان برجيلي، قالت بأن التحالف بين المافيا والميليشيا هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، وعددت طبعا موضوع الكهرباء وطوابير البنزين وغيرها. أما عن الذل الذي يعيشه اللبنانيون اليوم، ويعني نتحدث هنا خاصة عن ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي لامس اليوم ديما بالمناسبة عتبة 15 ألفا، كان هناك قطع للطرقات مساء أمس في أكثر من شارع في بيروت وخارج بيروت، وهذا ما نشره الدكتور باسل صالح، نشر قطع للطرقات في منطقة الناعمي، نشاهد هذا الفيديو معا. ديما، هذا كل شيء من لبنان، على أمل أن تكون التغريدات والهاشتاجات في الأسابيع المقبلة تحمل معها شيء من الإيجابية. ديما. نعم علي، كل أسبوع نجدد الأمنيات للبنان واللبنانيين. شكرا جزيلا لك علي رباح، إذا كنت معنا من بيروت ونلتقي.